حزورة رمضان. أصدقائي الأحباء، أهلا بكم في برنامجنا حزورة رمضان مع سبيس تون. برنامجنا مؤلف من 30 حزورة مقتبسة من أعمال سبيس تون وحكايات عالمية نعبر عنها شعرا. في كل يوم جائزة للإجابة الصحيحة وجوائز كبيرة للشهر الكريم كاملا. سؤالنا الأول عن مسلسل للأطفال مشهور تأثرنا به كثيرا وتعلمنا منه مساعدة من حولنا. لنستمع إلى هذا الشعر. في الغابة عشت ترعرعت، ما بين صحابي أبدعت، ووحوش الغابة صارعت، للخير سعيت تمتعت. من يعرف المسلسل؟ هل هو أولاً الحسناء والوحش، ثانياً فتى الأدغال، ثالثاً كونان؟ الرجاء إرسال أجوبتكم عن طريق رسالة نصية برقم الجواب الصحيح مسبوقاً بحرف جيم إلى الأرقام التي ترونها على الشاشة، وذلك بعد استشارة والديكم.